ما المستجدات لديك في بغداد بشأن الأعطال الإلكترونية التي أصابت العالم أجمع؟ وهل عادت الرحلات الجوية ما بين العراق والإمارات؟ نعم عبد الله، بعد ان اصابت اغلب شركات الطيران الكبرى والمطارات الدوليه بخلل فني بسبب انظمه في الحوسبه المعلوماتيه، يعني مطار بغداد الدولي لم يتاثر بهذا الخلل، وحتى شركات الطيران الموجوده في العراق، وذلك حتى يعني سلطه الطيران المدني اوضحت ان الخلل الفني او التقني الذي اصاب الشركات الكبرى والمطارات الدوليه في اوروبا والولايات المتحده الامريكيه وروسيا بسبب استخدامها مايكروسوفت، أما في العراق فالأمر مختلف تماما، وذلك بسبب أن أنظمة الحوسبة في مطار بغداد الدولي لم تستخدم أنظمة متطورة من مايكروسوفت، ولذلك لم يصاب بها أي خلل، حتى الشركات الموجودة في العراق فهي كانت بمنأى عن العراق، بل أصابت الأجهزة المتطورة والحوسبة المعلوماتية الموجودة في دول العالم، أما بالعراق بسبب أنه لم يستخدم نظام سبرامي حديث ومتطور مثل مايكروسوفت. نعم، أنتقل إليك محمد، يعني في النجف ربما تأثرت بعض الرحلات إلى دول معينة، هل تعطلت رحلات أو توقفت رحلات إلى تلك الدول أم أن الأمر سار بشكل طبيعي على جميع دول العالم؟ تحية لك زميلي عبد الله، وتحية للجنراء الأعزاء، وتحية لكل المشاهدين ومتابعي ومن وجه. زميلي عبد الله، اجرينا اتصال قبل قليل باداره مطار النجف الدولي، وتم التاكيد بان هذا الموضوع لم يؤثر على حركه الطيران القادمه والمغادره لمطار النجف الدولي، وهنالك 30 رحله قادمه ومغادره لهذا اليوم، ومن المؤمل ان تزيد عدد الرحلات. لم يتاثر مطار النجف الدولي بهذا الخلل الذي حدث لربما في مطارات العالم، وهنالك ايضا بحسب الجدول هنالك رحله لدبي، هذه الرحله لم تلغى ولم تلغى اي رحله قادمه او مغادره من مطار النجف الدولي والى الوجهات المتعدده. نعم، أثير، ما الوضع لديك؟ هل بوضع مشابه ل محافظات الأخرى يعني بغداد وأيضا النجف، أم هنالك تغيير في بعض الرحلات بمطار البصرة؟ نعم، تحية طيبة. يعني حسب ما ورد لي من تصريحات رسمية عبر الهاتف أن مطار البصرة يعمل بشكل طبيعي، لا توجد هنالك أي تغييرات في مواعيد الرحلات سواء القادمة إلى مطار البصرة أو المغادرة من مطار البصرة. بالتاكيد هنالك حقيقه جدول تعمل به اداره المطار، وهذا الجدول بقي ثابتا رغم ما حدث في يعني مطارات العالم من يعني نستطيع ان نقول يعني تاخير او تعطيل لاجهزه ادت الى خروقات في المطارات، لكن نحمد الله هنا في محافظه البصره لا يوجد اي خرق ولا اي تعطيل لاي رحله كانت سواء الرحلات القادمه او المغادره، وهنالك مواعيد ايضا قادمه ستكون هي جاهزه للاقلاع من مطار البصره الدولي، وهنالك انتظار لرحلات قادمه الى المطار ستهبط في الساعات القادمه. وضحت الصوره، شكرا لكم مراسلينا من بغداد مهدي غريب، ومن النجف محمد الغالبي، ومن البصره أثير العبادي.